فصول ذوي متعددة الأعاقة 11 فصل على مستوى الجمهورية. عدد الطلاب الدولي اللي تقدموا للامتحان الثانوية العام هذا العام 2020 1501 طالب وطالبة ممثلين لجميع فئات الدم. الأولى على مستوى الجمهورية على نظام الدم، وحرصنا أن يكون هذا دائما احنا معتادين ان يبقى في اوائل الثانويه العامه، لا خصصنا ان يبقى في اول للدم واول ايضا لمين؟ للمكفوفين. عدد طلاب المكفوفين في الثانويه العامه 229 طالب وطالبه. الاولى على مستوى الجمهوريه، وانا حابب اقول ده لانها لما اتظلمت طلع لها درجات فاصبحت هي الاولى. فانا حابب اقول اسمها معلش ده واجب وحقها. الطالبه ساميه محمد عبد الرحمن عبد الكريم. حافظت الفيزا بمجموع 399.5.